بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنكمل محاضرة 2 الخاصة بكورس Introduction to Nanotechnology مع حضراتكم دكتورة نيهال فايز، أستاذ بهندسة المنصورة. طبعا استكمالا للمحاضرة رقم 1 اللي اتكلمنا فيها على أهمية إن احنا نبدأ نشتغل على النانو تكنولوجي والنانو ماتيريالز، وإن احنا من بين تخصص النانو تكنولوجي في تخصص النانو فوتونكس. فإن شاء الله في خلال المحاضرة دي هنركز على الانترودكشن على النانو فوتونكس، وناخد التطور ازاي قدرنا نتحرك من الاوبتكس للنانو فوتونكس. كمان هنتكلم عن اكزامبل مشهور جدا في النانو فوتونكس اللي احنا بنسميه النانو بلازمونكس. طيب الاجنده النهارده بتاعت المحاضره، هنبدا الاول بالالكترومagnetic سبيكتروم، وبعد كده هنتناول زي ما اتفقنا الاوبتكس والفوتونكس والنانو فوتونكس كترمز، ايه الفرق بينهم. بعد كده بنتكلم على الاوبريتنج زون اوف ديفرنت تكنيكس، وهنتناول من بيزد على التكنيكس دي هناخد منها الميتاليك نانو بلازمونكس ونتكلم عليها ونتكلم على تطبيقات. اول حاجه هنبدا مع الالكترومagnetic سبيكتروم. زي ما واضح كده ان الالكترومagnetic ويفز تردداتها مختلفه، تتراوح انها بتبدا من الراديو ويفز، وبعدين المايكرو ويفز، الانفراريد، الفيزيبل، الالترا فايلت، الاكس راي، والجاما راي. وطبعا كل ما اتحركت من الراديو باتجاه الجاما فالفريكونسي بتاعي بيزيد، فبتحرك من الاوردر اوف كيلو هرتز بوصل الى 10 باور 10 او 20 هرتز. طبعا على الجانب الاخر انه الويف اذا كان الفريكونسي بيزيد فالويف لينث او حجم الويف بيقل. دي اشكال بتوضح احجام الويف اللي بتقل، فنلاقي ان الويف لينث بتاعي عند الراديو بيبقى في حدود ال 1 كيلومتر وبيبدا قيمته بتقل. على سبيل المثال في الفيزيبل ببقى بنزل لرينج المايكروميتر، في الاكس راي بنزل لرينج الانجستروم، وهكذا. وطبعا بالنسبه للتمبريتشر اوف بودز اميتنج ويف لينث، فبنتكلم ان كل ما الجسم طبعا درجه حرارته بترتفع بيعمل اميشن. فعلى سبيل المثال جو في الشمس درجه حرارته توصل ل 15 مليون كلفن، فيقدر ان هو الراديات اب تو كل الاكس راي والجاما رايز والترددات العاليه دي كلها. طبعا ومن رحمه ربنا بينا ان ربنا حامي الغلاف الجوي باتموسفير، انه بيمنع وصول الترددات اللي ممكن تبقى ضاره بالجسم زي الاكس راي والالترا فايلت، واوريدي بيسمح مثلا بمرور الراديو ويفز، بيسمح بمرور الفيزيبل لايت، وبيمنع الترددات اللي هي ضاره بالانسان او الكائنات الحيه. طبعا زي ما اتفقنا انه في علاقه عكسيه ما بين الويف لينث وما بين الفريكونسي، فنلاحظ انه كل ما الفريكونسي بيزيد الويف لينث بيقل وهكذا. فممكن من خلال علاقه بسيطه جدا نستنتجها نقدر نجيب بالارقام اي ويف لينث مناظر لتردد معين. فمثلا نقول لو سرعه ضوء 3 في 10 اس 8 والويف لينث 1 سنتي، فيبقى الفريكونسي المناظر 30 جيجا هرتز. وبالتالي لو انا حفظت العلاقه دي 30 جيجا هرتز سنتيمتر، يبقى انا على طول اقدر احسب اي ويف لينث مناظر لاي فريكونسي. ليه؟ لانه لما يكون الويف لينث بتاعك 1 سنتي في الفريكونسي 30 جيجا، بالتالي لما الفريكونسي يزيد 10 اضعاف يبقى 300 جيجا، المفروض الفريك والويف لينث يقل لان بيتناسب عكسي مع الفريكونسي، وبالتالي هيبقى عباره عن ايه؟ ده زاد 10 مرات يبقى الويف لينث يقل 10 مرات، يبقى الويف لينث هيبقى 0.1 سنتيمتر، 1 من 10 سنتيمتر. نفس الكلام الفريكونسي يقل بقى 15 جيجا، قل للنص يبقى الويف لينث يزيد للضعف، لان العلاقه بينهم زي ما اتفقنا علاقه ايه يا جماعه؟ علاقه عكسيه، وبالتالي المناظر هنا 15 جيجا تناظر 2 سنتي. فارجو ان تحفظوا العلاقه دي 30 جيجا هرتز سنتيمتر، تقدر تحسب على طول الويف لينث المناظر لاي فريكونسي. طيب طبعا بالنسبه للسبيكترم في رينج مهم جدا بنسميه الفيزيبل لايت، اللي بيتراوح تقريبا من 400 ل 700 نانومتر، اللي هو رينج الفيزيبل لايت بتاعنا. طيب طبعا ده اللي يقدر الانسان او الكائنات الحيه ان هي تشوفه. طيب بالنسبه بقى للباند اللي قبله اللي بنسميه الانفراريد، اللي هو اوريدي بيروح من 780 نانو الى 1 مليمتر، فهو اوريدي الباند ده هو الباند السابق للفيزيبل. الباند السابق يعني الفريكوانسيز الاقل، على طول هو على الايدج مع الفيزيبل لايت. واضح جدا ان هو عشان باند كبير جدا من 780 نانومتر لغايه 1 مليمتر، فبتقسم لباند سب باند زي النير انفراريد، الشورت ويف لينث انفراريد، الميد ويف لينث انفراريد، اللونج، وكل طبعا باند منهم بياخد سيمبل، وكل باند منهم
له رينج من الويف لينس بتتحرك فيها. وطبعا الباند دي مهمه لان كل باند له تطبيقات محدده. على سبيل المثال لو هتكلم على الفايبر اوبتكس، فالباندز مهمه جدا، الويف لينسز اللي بتمشي فيه حوالين في الفايبر بلوسز قليله اللي هو 1310 نانومتر اللي هو يعتبر واقع في باند النير انفراريد، و1550 اللي هو واقع في باند الشورت ويف لينس انفراريد اللي هو اي ار بي. ومهم جدا تبقى عارف ان كل تطبيق وكل سب باند له ابلكيشن خاص بيه زي ما اتفقنا في الفايبر اوبتيك. بالنسبه للباند اللي على بقى يمين الفيزيبل لايت والفريكونسيز الاعلى والويف لينث الاقل اللي هو باند الالترا فايت، فالالترا فايت في الفاكيوم بيروح من 100 ل 380 نانومتر. طبعا ده الايجز بتاعت مين؟ الفاني والايج بتاع 400، اتفقنا الفيزيبل بيروح من 400 ل 700، فالويف لينث الاقل فيه 400، فهو الايج بتاعه الالترا فايت اللي هو 380 نانومتر. ياخد بقى 380 ويقل، يعني الفريكونسي بيزيد. وطبعا برضو الباند بتقسم لصب باندز اللي هي من الاي والبي والسي، وطبعا السي يعتبر الويف لينسز الاقل فبيبقى الفريكونسيز الايه الاعلى. اتفقنا الالترا فايت لما الفريكونسي يعلى الاتموسفير ما بيسمحش بمروره، لكن طبعا في حاله الاي وحاله البي اوريدي بيخترقوا الاتموسفير، لكن في حاله مثلا الالترا فايت اي بتقدر تعمل براوننج للسكن، بتغمق السكن شويه. وبالنسبه للالترا فايت بي فانها بتعمل بنتريشن للسكن. تمام كده. بالنسبه بقى ل في بقى ما يسمى بالسب باند اللي اسمه اكستريم الترا فايلت، اللي هو بيبقى رينج من 10 نانومتر ل 20 نانومتر، وده الرينج ده اوريدي بيستخدم في ما يسمى السيمي كوندكتور ليثوغرافي، وهي عباره عن طريقه شائعه جدا لتصنيع الانتجريتد سيركت. تمام كده. وطبعا عشان تقدر تصنع كومباكت وفي ال اس اي انتجريت سيركت فانت محتاج ويف لينث يكون دقيق جدا، عشان كده بنتكلم في 10 نانو و20 نانو. تمام كده. طيب كده اتكلمنا على الكترو ماجنتيك سبيكتروم، دلوقتي هنتكلم على الـ على الـ على التيرمز اللي هي اوبتكس وفوتونكس ونيوفوتونكس ونعرف ايه الفرق بينهم. مبدئيا علم الاوبتكس هو عباره عن برانش اوف فيزيكس مسؤول عن الاستادي للبيهيفير والبروبرتيز اوف الباندز اللي اتكلمنا عليها اللي هي الالترا فايت والفيزيكال والانفرا. طيب ومش بس ان انا بدرس البيهيفير بتاعهم، لا كمان بدرس الانتر اكشن بينهم وبين الماتيريال، وبالتالي بيبقى عندي كل الانسترومنتس او كل الديفايسز المبنيه على كده انا بايه بتعتبر علم الاوبتكس. زي على سبيل المثال الفايبر اوبتكس، زي الميكروسكوب، زي مثلا الماوس الاوبتيكال ماوس وهكذا. طيب بالنسبه للاوبتكس طبعا عشان تقدر تتعامل مع ديفايسز وتبدا تعمل لها موديلنج، لازم انك انت تعمل موديلنج لللايت نفسه. فاللايت زمان كان مع في جيومتريك اوبتكس، يعني في ديفايسز زي الميرور واللينسز كنا بنعامله كانه ريز او بارتكلز، وده الحقيقه قدرنا نفسر بيه انه اللايت بيقدر ان هو يترافلز في ستريت لاين. طيب لكن التفسير الحقيقي ده كان تفسير الى حد ما مش قوي جدا، مش قوي. فبالتالي قدروا ان هم في الفيزيكال اوبتكس يقدروا يفسروا ان اللايت ممكن يتعامل كانه ويف، وبالتالي قدروا يفسروا الديفراكشن، يفسروا السكاترينج، يفسروا البيندنج اللي بيحصل لللايت، وكان تفسير الى حد ما كويس يعني. بعد كده كده تفسير اقوى منه اكزاكت ريبريزنتيشن لللايت اللي احنا طبقناه في الكوانتم اوبتكس، وهو بيقول انه اللايت بيعتبر كانه بارتكل ويف دواليتي، يعني في بعض المواقف نقدر نفسره كانه بارتكل وفي بعض الاخر نفسره كانه ويف. وده الحقيقه الظاهره دي او الموديلنج ده قدرنا نفسر بيه ظواهر كتير زي الليزر بروسيس. تمام. تمام. يبقى كده اتكلمنا عن علم الاوبتكس، هو العلم اللي بيهتم بدراسه الباندز الثلاثه دول من الالكترونيك سبيكتروم، سواء كان انتر اكشن مع الموتور او سواء كان انسترومنتيشن خاصه بيه. طب علم الفوتونكس ككلمه هي اوريدي الناس احيانا بتستخدمها كبديل لكلمه الفوتونكس، لكن الحقيقه الفوتونكس ادق اكتر من الاوبتكس، ان هو بيبقى متخصص اكتر في عمليه السيجنال بروسيسنج او اللايت بروسيسنج، انه بيبدا يتناول عمليه ترانسميشن موديوليشن سويتشنج امبليفيكيشن لللايت بطريقه التعامل مع اللايت بشكل اكتر. على سبيل المثال ديفايس زي ده بيقدر يعمل سبليت لللايت، بيعمل باور سبليت. تمام كده. هنا بيعمل ريزونيتنج، بينتقل من الويف جايد للريزونيتور والعكس صحيح. هنا بيعمل اميشن، هنا بيعمل حاجه اسمها سويتشنج، الانبوت بيخرج من الانبوت بيدخل بيخرج من ناحيه تانيه، بس بيقدر اعمل سويتشنج للويف لينث اللي اقدر اتحكم فيه واستخرجه. فمعنى كده ان كلمه الفوتونكس هو علم متخصص اكتر في اللايت بروسيسنج.
وطبعا عشان نقدر نفهم الفرق الجوهري برضو بينهم، هنقول ان الاوبتكس هو العلم اللي فيه الانتر اكتنج ويفلنس مع الماتيريال او مع الديفايس دايما بيبقى قيمته اقل بكتير من الدايمنشن. بمعنى زي اللينسز، اللينز بنتكلم فيه لينسز بالمليمتر مع انها بتتعامل مع فيزيبل لايت فور اكزامبل ب 450 نانو، فبنتكلم ان في رينجز مختلفه. انا بتكلم في دايمنشنز بالملي وبتكلم بويف لينس بالنانوميتر، فبتكلم في لمضه اقل بكتير جدا من الدايمنشنز، وده بيسموه جيومتريك اوبتكس. لكن في حاله الفوتونكس دايما بيبقى الويف لينس اللي بيتعامل مع الديفايس بيبقى كومباربل مع الدايمنشن، وده مشهور جدا في تقنيات السيليكون فوتونكس، ان انت بتبني كل الديفايس بتاعتك سواء كان من اول ويف جايد للموديوليتورز الى السولار سيل الاخيري، بتبني الديفايسز بتبقي بدايمنشنز، الدايمنشنز دي اللايت لما انتر اكت معاها دايما بيبقى فيه كومباربل، يبقى في كومبارابل ايه؟ يعني يبقى في دايما قيم متقاربه ما بين الويف لينس وما بين الايه الدايمنشنز اللي بنتكلم عليها. بنتكلم مثلا على واحد مايكرو، فبنتكلم على دايمنشن في نفس ممكن نقول 800 نانو او 8 من 10 مايكرو و5 من 10 مايكرو، فبنتكلم على كومبارابل دايمنشنز. فاهم كده؟ طيب من هنا بقى ظهر علم النانو فوتونكس. علم النانو فوتونكس هو بنتكلم، لا احنا كنا بنتكلم ان الويف لينس comparable مع الدايمنشن، لا بنتكلم ان الويف لينس اقل من الدايمنشن. تمام كده؟ اقل منين؟ اقل من اكبر من الدايمنشنز قصدي، بمعنى ان الدايمنشنز بتاعت الاستراكشر صغيره جدا والويف لينس اعلى منها. يبقى احنا بنتكلم كعلم الاوبتكس كان زمان الدايمنشنز بتاع ديفايس كبيره جدا. تمام كده يا جماعه؟ اكبر بكتير من الويف لينس. تمام كده؟ لكن في الفوتونيك ديفايسز الدايمنشنز والويف لينس الانتر اكتنج مع بعض بيبقوا كومبارابل، مع بعض قريبين لبعض كقيم. لكن في النانو فوتونكس بنتكلم ان الدايمنشن اللي بتعامل معاها صغيره جدا بالنسبه للويف لينس اللي انا ايه بتكلم عليه او بتعامل معاه. تمام كده؟ يعني مثلا ندي مثال، لو انا بتكلم على ديزاين في الاوبتكس بتكلم في رينج المليمتر، واخد بالك، وبتكلم في ويف لينس مثلا 1.55 مايكرومتر. في الاوبتكس بتكلم في دايمنشنز بالمايكرومتر، وبتكلم مثلا 10 مايكرومتر، وبتكلم في ويف لينس في نفس الرينج. لكن في النانو فوتونكس بتكلم بدايمنشنز في بالنانومتر سكيل، وبتكلم بويف لينس في المايكرومتر. يعني مثلا ممكن اقول 1.5 مايكرومتر وعندي دايمنشن بالنانومتر 200 نانو مثلا، يبقى الدايمنشن قليله جدا بالنسبه للايه للويف لينس. ومن هنا كلمه نانو فوتونكس هي انتر اكشن اوف لايت with matter at nanometer scale. بتفاعل لايت بيتفاعل مع ماتيريال at nanometer. ايه يا جماعه؟ at nanometer scale. يعني متخيل الوقت ده ديفايس اهو في بارتكل هنا، في ديستانس هنا، سبيسنج هنا بالنانومتر سكيل، واللايت بقى بيبقى ايه بينتر اكت مع الماتيريالز دي، وده بيسموه النانو فوتونكس. تمام كده؟ طبعا النانو فوتونكس داخل في ابلكيشنز كتيره جدا، سواء كان في السولار سيل، في الانرجي هارفستنج، في البايوميديكال انجينيرنج، في السكيورتي الى اخره. طيب بعد كده تعالى نتكلم بقى على الاوبريتنج زون اوف ديفرنت تكنولوجي، ده التوبيك الثالث عندنا. احنا زمان لما كنا بنتكلم على تصنيع ديفايسز عشان تقدر تنقل باور من مكان الى اخر او تعمل بروسيسنج بشكل معين، كنا بنتكلم على ديفايسز احجامها كبيره في رينج المايكرومتر سكيل، وبنتكلم على سبيد كمان قليله اب تو جيجا هرتز. لما حصل ثوره الترانزستور والسيمي كوندكتور الكترونكس قدرنا ان احنا نعمل شرينكينج، نعمل مينيتورايزيشن للديفايسز، فحجم الديفايس قل وصل للنانومتر سكيل. بنتكلم على ديفايس او بنتكلم على ترانزستور مود بحجم النانومتر سكيل، لكن على الجانب الاخر نتيجه الار سي دي اللي زي ما اتكلمنا المحاضره اللي فاتت ما نقدرناش ان احنا نعمل ابجريد لقيمه الايه؟ لقيمه السبيد بتاعه الديفايسز. بدا يظهر علم الفوتونكس، اللي بدا يظهر علم الفوتونكس اللي يقدر يتعامل مع الضوء بقى، ما يتعاملش مع اشاره كهربيه، وبالتالي قدر السبيد بتاع الديفايس تزيد تيرا هرتز وبيتا هرتز بيتا هرتز والكلام ده كله. لكن على الجانب الاخر الفوتونكس عيبها انه الدايمنشنز بتاع الديفايس كبيره، الفوت برينت بتاعها كبير. مع ظهور بقى البلازمونكس او الميتاليك نانو بلازمونكس بدا نقدر نحقق المعادله اللي كنا بندور عليها، اللي هي الدايمنشنز القليله اللي في النانومتر سكيل وفي نفس الوقت السبيد العالي. طبعا البلازمونكس سبيد عاليه فيقدر يتعامل مع الفوتونكس، فهو ماتشنج مع الفوتونكس، وفي نفس الوقت الدايمنشنز قليله فهو ماتشنج وكومباتبل مع الاي سي والسيمي كوندكتور الكترونكس. فالنانو ميتاليك
او النانو اوبتكس او النانو فوتونكس، ونانو النانو بلازمونكس، هو يعتبر برانش من النانو فوتونكس، وهو بيحقق المعادله اللي كنا بندور عليها، هاي سبيد وكومباكتنس، وفي نفس الوقت ماتش مع التكنولوجيز المختلفه الموجوده ريسنتلي زي الفوتونيك وزي السيمي كوندكتور. نبدا بقى نتكلم دلوقتي على الميتاليك نانو بلازمونكس. ايه الموضوع؟ الموضوع انه البلازمونكس هي concerned with electron oscillations. ما احنا عارفين انه اي ميتال عباره عن ذرات بتبقى غالبيتها احاديه التكافؤ، عندها الكترون واحد في المستوى الاخير، فالالكترون ده بيسيب الذره لانه اوريدي المستوى الاخير لازم يبقى فيه 8 عشان الذره تشعر بالاستقرار، فالالكترون بيسيب الذره وتكون مكان الكلام ده الكترون، الذره فقدت الكترون فبتتحول لبوزيتيف ايون، وبالتالي لما تبص على اي ميتال هتلاقي الالكترون سي اوف الكترونز، يعني الكترونات كتيره جدا وموجوده حوالين بوزيتيف ايون، الالكترون عمال يوسيليت، الالكترون عمال ايه يوسيليت ما بين الايه ما بين الذرات دي، وبالتالي الاوسيليشن ده وجدوا ان هو له علاقه وله خصائص مميزه جدا مع الضوء. فالاوسيليشن اللي بيعمله الالكترون ده وجد ان عند ثيرتن اكسايتيشن، عند اكسايتيشن معين وعند بتردد معين اسمه بلازما فريكونسي، بيحصل ما يسمى بالريزونانس. كلمه ريزونانس معناها ايه؟ معناها ان في بليون اوف الكترونز بيوسيليت سينكرونسلي، يعني بيبداوا يتحركوا بنفس الشكل وبتناغم كبير جدا، وده بيسموه البلازما. عشان كده ساعه نتكلم على البلازما والكولكتيف ويف من الايه؟ الالكترونز. تمام كده؟ اللي بتتحرك بنفس الشكل وبنفس النسق وببيك عاليه جدا. طيب معنى كده انه انت ممكن تيجي تقول ان انا ممكن الميتال بتاعي عند البلازما فريكونسي لو اسقطت الضوء بالبلازما فريكونسي مش هيحصل له ريفليكشن، ده هيحصل له امتصاص نتيجه انه هيكسايت البلازمون ده او اكسايت الويف بتاعتي. بس تاخد بالنا انه انا مش عايز الابزوربشن اوف لايت يضيع في شكل حراره، انا عايز الابزوربشن بتاعي استفيد بيه. فعشان كده قال لك دايما بدل ما اتعامل مع الميتال اتعامل مع النانوميتال، لازم اقلل السيكنس جدا بتاع الماتيريال عشان ما يحصلش امتصاص للضوء واستفيد من الاوسيليشنز بتاعت الايه؟ بتاعت الالكترونات دي. عشان كده الاوسيليشن اللي بنتكلم عليها زي ما انت شايف كده، انا اكسايت الميتال اهو بايه؟ بضوء. ايه اللي حصل؟ بدات اوسيليتنج ويف بتمشي على السطح وانتقلت من نقطه للتانيه. يبقى انا عايز الحكايه دي، يبقى عايز الاوسيليشن، الالكترون اللي بيعمل اوسيليشن اللي عامل زي الجيلي ده بيتحرك يمين وشمال، يبدا يتحرك بشكل افقي زي ما كده، وده بنسميه السيرفيس بلازمون بولاريتي. وبالتالي الحركه الافقيه او الاوسيليشن الافقي ده هو على السطح بقدر من خلاله انقل الباور من نقطه لنقطه تانيه. لكن في نوع تاني من الاوسيليشن بيتم بشكل راسي بنسميه لوكالايز سيرفيس بلازمون بولاريتي. يبقى دلوقتي الالكترون زي ما اتفقنا بيعمل اوسيليشن، تمام كده، والاوسيليشن ده هيتم في النانو ميتال عشان ما يحصلش ابزوربشن لايت وتحصل انها ايه تبقى تضيع منه. كويس؟ فالاوسيليشن ده عشان يبقى مفيد بالنسبه لي، تمام كده، لازم يبقى يتم فين؟ في النانو ميتال. عشان كده بنتكلم عن نانو بلازمونكس، مش بنتكلم عن البلازمونكس. البلازمونكس كستوري معروف ان في عندي اوسيليشن الالكترون بتتم عند بلازما فريكونسي، لكن الاوسيليشن دي ممكن ينشا عنها امتصاص للضوء ولوسز ليه، فانا مش عايزاه يتفقد مني، فهعمل نانو بلازمونكس او نانو ميتال بحيث ما يتمش فقد للضوء امتصاص عالي ليه. تمام كده؟ وبالتالي فان هعمل اكسايتيشن فتتولد البلازمونكس، الاوسيليشن دي يا اما تمشي على السطح ما بين الدايلكتريك والميتال، يا اما تمشي، يا اما تبقى لوكالايزد في نفس البوزيشن، والالكترون بيعمل ايه؟ بيعمل اوسيليشن بيبقى في نفس المكان. وبالتالي هنا ده له ابلكيشن وده له ايه يا جماعه؟ وده له ابلكيشن. طبعا امتصاص الالكترونز لاشعه الضوء الساقطه عليه ممكن بعد الامتصاص ده بيتبعه ان يحصل عندي حاجه اسمها ديكي، يعني بيرجع لحاله الاستقرار، وبالتالي بيعمل راديتيف ديكي او نون راديتيف ديكي، يعني بيبقى نتيجه الامتصاص ما يجي يفقد الطاقه اللي امتصها، ممكن الفقد ده يكون على شكل ضوء بيعمل راديشن، تمام كده، واستفيد من الكلام ده. وممكن اعمل ايه بعد كده؟ او ممكن اطلع حراره، ممكن اطلع ايه يا جماعه؟ ثيرمال انرجي. مهم جدا الحكايه دي. يبقى احنا اتفقنا هنتعامل مع الميتال كانه نانو ميتال، واتفقنا انه نتيجه الاكسايتيشن يقدر يعمل لوكالايز سيرفيس بلازمون، واللوكالايز سيرفيس بلازمون ده الالكترون هيعمل اوسيليشن وهيمتص الضوء الساقط عليه ويعمل له سكاترنج تاني. فممكن استغل الحكايه دي ان هو يعمل راديشن تاني، ان ممكن اصنع
زي ما شايفين كده في الكنائس الواح زجاجيه ملونه بالوان جميله جدا، الاحمر والاخضر والازرق والكلام ده. الاستراكشرز دي الحقيقه معموله من زمان جدا، وهي بتحتوي على نانو بارتكل، بتحتوي على جزيئات معدن صغيره جدا في النانو سكيل. تمام، النانو سكيل زي مثلا الذهب، زي الفضه والذهب، الايو اللي هي الذهب مثلا، لما تكون النانو بارتكل في رينج 20 ل 150 نانو، فاللي هي بتدي بتعمل سكاترنج من 520 ل 660 نانو متر، وبالتالي لما الضوء يسقط هتمتصه وتعمل له ايميشن تاني في الرينج ده، وطبعا الرينج ده فيزابل، بيتحرك من 520 ل 660. لما نيجي للفضه اللي بتتكلم على رينج اقل شويه عن نير بلو لايت، وبالتالي فممكن لما تصنع الماتيريال بالنانو متر سكيل ممكن تعمل ابزوربشن وإميشن، وبالتالي تقدر تعمل راديشن باشكال والوان جميله جدا فيزيبل. وده اللي حاصل قدامنا، ان الضوء لما يسقط على الايه، على النانو بارتكل بيعكس وبيعمل راديشن للالوان اللي انت شايفها قدامك دي. طبعا مش بس الدايمنشنز بتاعت النانو بارتكلز هي اللي تاثر في كده، لا ممكن كمان الشيب بتاع النانو بارتكل. ممكن الشيب بتاعي لو كان سفير او راد او تريانجل او الى اخره، او شيلد، تمام كده، ممكن يؤثر على البرفورمانس بتاعي. كلمه شيلد يعني انت حطيت سيليكون وحواليه ماتيريال اخرى بقى، حاجة يعني حاجات داخله، حاجات ايه فوق بعضها زي ما احنا شايفينها، زي جولد سفيرز مثلا حواليها ايه ماتيريال تانيه مغلفاها من بره، تمام كده، معزوله يعني، شيلدد يعني حاجه وحاجه فوقها. تمام، طيب لاحظ بقى انه دي تيونابيلتي رينج اللي بنتكلم عليها. لو اتكلم على سفير مثلا، لان هي لما غير الدايمنشنز بتاعتها بقى اتحرك من 400 لغايه مثلا 500 نانو، كويس، عايز اجيب 110 420 430، يبقى انا اغير في الدايمنشن بتاع السفير. لكن عايز اروح لرينج تاني وليكن زي مثلا السيلفر نانو بليت، لو انا غيرت السيلفر بارتكل خليتها على شكل نانو بليتس، لا ممكن احصل على تونابيلتي رينج اكبر اكتر. كل ما غيرت الدايمنشن بتاع البليت ممكن احصل على 550 650 750، رينج اكبر من الراديشن اقدر احصل عليه. يبقى مهم جدا ان النانو بارتكلز بتعمل لوكالايزد سيرفيس بلازمون بولاريتون، و الشيب بتاعها والدايمنشنز بتاعتها بتاثر معايا جامد في البرفورمانس، وبالتالي الاميشنز اللي بتقدر الابزوربشن والاميشن، عملت ابزوربشن لللايت والاميشن تقدر تديني ديفرنت ايه كالرز، وليها استخدامات كتير زي ما هنشوف بعد كده. طيب تعالى بقى نتكلم على الميتاليك نانو بلازمونكس، تمام، اللي هي ممكن استفيد بقى بيها، بس نوع البروباجيشن هنا على السطح، نوع البروباجيشن على ايه؟ على السطح. بس قبل ما نتكلم في الحته دي هنقول انه ايه ميزه تاني للنانو بلازمونكس. ميزه نانو بلازمونكس ان هي تقدر تعمل حاجه بيسموها سب ويفلينس ايمجينج بيوند ديفراكشن. طب يعني ايه ايمجينج؟ اولا انت مثلا ما يكون عندك سي ماتيريال عايز تشوف بتتكون من ايه؟ بتتكون من اتومز وذرات، ممكن تشوف الاتومز والمسافات بينها، ممكن توصل انك انت تصور الالكترونات وهكذا، يبقى انت عايز تشوف ماجنيفيكيشن اعلى. فخلينا نتفق على قاعده ان ما يكون عندي ماتيريال بالمنظر ده كده وعايز اشوفها، فده لازم اتعامل بويف لينث اقل بكتير من اقل سبيسنج موجود. يعني انت لو عايز تشوف الصوره واضحه هنا، يبقى الويف لينث اللي هتعامل معاه اللي هسقطه على الماتيريال ده ايه بحيث اقدر اشوفها، لازم يكون قيمته مالها اقل من الويف لينث. ماشي الكلام؟ طيب يبقى ايه حكايه بقى بيوند ديفراكشن ليميت؟ ايه هي الديفراكشن ليميت؟ في ايبس ديفراكشن ليميت بكل بساطه بتقول ايه؟ بتقول العلاقه دي، بتقول لما تيجي تشوف وتعمل ايمجينج، تعمل تصور اي حاجه عشان تشوفها، بيقول لك انك هتتعامل مع ويف لينث ساقط، صح كده؟ زي الميكروسكوب مثلا تتعامل مع ويف لينث ساقط. والويف لينث ده هيسقط على عينه معينه سامبل، والسامبل دي اللي انت عايز تصورها. فالسامبل دي فيها فتحات، الفتحات دي هتعمل ديفراكشن للريز، هتعمل انحناء للريز زي ما انت شايف كده بزاويه اسمها سيتا، كويس. اكبر ديفراكتد ريز كان بي كابلد او كان بي ديتكتد باي اللينسز دي، بسميها الاوبجكتيف لينس، هي اللي بحطها هنا. يبقى السيتا دي عباره عن ايه؟ اكبر زاويه تقدر يحصل لها ديفراكشن وتقدر الاوبجكتيف لينس دي ان هي تجمعها، خلاص. الان او الريفراكتيف اندكس زي ما هو واضح قدامك كده، هو الريفراكتيف اندكس ما بين الايه بتاع الميديا، ما بين السامبل بتاعتي العينه بتاعتي، تمام كده، والاوبجكتيف لينس بتاعتي، المسافه من هنا لهنا مليانه بماده ليها معامل انكسار اسمه ان.
والثيتا اتفقنا هي زاويه الانكسار بتاعه الاشعه، بس اكبر زاويه تقدر العدسه دي ان هي تعمل لها ايه؟ تعمل لها تجميع. وبالتالي الان ساين ثيتا ده بنسميه نيوميريكال ابريتشر، وهو بيبقى علاقه على بعضها كده ريليتد للثيتا مع الايه؟ مع الان. فبنقول طيب يبقى دلوقتي لو انا سي هفترض ان ان ساين ثيتا دي بواحد، يبقى الدي بتساوي لندا على 2. يبقى الدي بتساوي لندا على 2 يعني ايه؟ يعني انت لو دلوقتي لو بتسقط ضوء وليكن 1000 نانو، يبقى ال 1000 نانو هتقسمها على 2 يبقى اقل دايمنشن تقدر انك انت تشوفه، اقل بعد تقدر تشوفه هيبقى كام؟ 500 نانومتر. وهكذا. يبقى هنا بربط الدايمنشن على طول، بربط الايه؟ الدايمنشن اللي اتفقنا عليه اللي انا عايز اصوره، المسافه ده اهي لا اقدر اعمل لها ديتكشن، هنا ما قدرتش اعمل لها ديتكشن، بنت كانها مش موجوده، لكن قدرت اعمل لها ديتكشن كويس. امتى بقى؟ لما يكون الويف لينث، الديفراكشن ليميت بتقول لما يكون الويف لينث قيمته بتساوي ها 2 دي ان ساين ثيتا. لو افترضنا النيوميريكال ابريتشر دي بواحد، يبقى بمعنى هنا نقول انها بتساوي ايه؟ بتساوي الدي اللي اقدر اعمل له ديتكشن بيساوي ويف لينث على 2. تمام كده؟ يعني ناخد مثال، لو افترضنا ان انا عندي 500 نانومتر، الويف لينث اللي انا هسقطه 500 نانومتر، فنوش اقل دايمنشن ممكن اشوفها، بس هبدا اميز ان في فتحه امتى؟ لما يكون الدايمنشن دي كام؟ 250 نانو هبدا اشوفها، او اكتر من كده، شفت 350 نانو شفتها، 450 نانو شفتها، لان اوريدي الديفراكشن ليميت بتاعتي كام؟ ان ال 500 عند النيوميريكال ابريتشر بواحد تناظر كام؟ 250. يعني انت بويف لينث اكبر من السبيسنج ده تقدر تشوف بشرط ان السبيسنج ما يقلش عن كام؟ عن نص ال 500. طب انا عايز احسن الايمجنج ده، انا ممكن عايز اشوف بال 500 نانو، عايز اشوف سبيسنج واحد 100 نانو، صح كده؟ يبقى انا عايز اعمل ايه؟ اعمل سب ويف لينث ايمجنج، يعني اشوف ابعاد صغيره جدا عن الويف لينث. تمام كده؟ وبالتالي لما اشوف الكلام ده يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا بعمل حاجه اسمها ايمجنج بيوند الديفراكشن ليميت، يبقى انا كسرت الابس ديفراكشن، شفت دايمنشنز اقل من كده. فده مهم جدا تبقى عارف. النانو بلازمونكس او الميتاليك نانو بلازمونكس نقدر نستخدمها في عمل لينسز تحسن كفاءه الايه؟ كفاءه الايمجنج دي. تمام كده؟ يبقى من بين التطبيقات المهمه جدا في الميتاليك نانو بلازمونكس هي يا جماعه السب ويف لينس ايمجنج. يبقى التطبيق الاولاني اللي اتكلمنا عليه اللي هو السكاترينج، وان انا اقدر ان انا اعمل سكاترينج وإميشن لكالرز كويسه جدا او الوان جميله جدا وسنسيتيفيتي عاليه قوي. التطبيق الثاني ممكن اعمل تصوير للماتيريالز، تصوير الاشكال اللي فيها دايمنشن صغيره جدا بكفاءه عاليه جدا، وده الواضح هنا ان ممكن يبقى عندي الصوره فيها فتحات مش بانيه لكن باينه، لكن باستخدام البلازمونكس باستخدام النانو بلازمونكس ممكن نعمل سب ويف لينس ايمجنج، او ممكن نعمل بيوند ايمجنج بيوند الديفراكشن ليميت. يعني الويف لينس بدل ما يبقى اقل فتحه يشوفها لمضه على 2، لا ممكن يبقى لمضه على 4 ولمضه على 5 وهكذا. الديفايس الثالث اللي ممكن او الابلكيشن الثالث اللي ممكن نستخدمه من الميتاليك نانو بلازمونكس اللي هي بنسميها الانتجريتد فوتونيك ديفايسز، ان احنا ننزلها الرينج النانو سكيل. ازاي؟ اللي هي النانو انتجريتد فوتونيك ديفايس، ان احنا ببساطه خالص ان احنا ممكن نقول الديفايسز بتاعتي حجمها كبير، وكان ده مشكله الفوتونكس كان عيبه ان حجم الديفايس كبير، فانا هعمل شرينكينج، هعمل مينيتورايزيشن للديفايس، هقلل حجمه خالص، فاللي هيساعدني على ده الميتاليك نانو بلازمونكس. تعالوا نشوف الديفايس زي ده زي اللي قدامنا ده. الديفايس اللي زي قدامنا ده الضوء سقط اهو، فمشى في جريتنج من السيليكون، ده بيسموه سيليكون ويف جايد. السيليكون ويف جايد اللي لو نبص على ناخد كروس سيكشن كده نشوف الويف شكلها عامل ازاي، الاقي الويف واخده المساحه دي، شوف ماليه كل الويف جايد، او الويف بتاعتي ماشيه جوه الكوره اهي بتاع الويف جايد. الويف دي حجمها كبير لان الويف جايد حجمه ايه؟ حجمه كبير. لما الويف مشت بعد كده انتقلت لمنطقه تانيه، بص المنطقه التانيه بتتكون من ايه؟ بتتكون من ذهب، وبتتكون من ماده عازله سيليكون نيترايد اللي هي اس اي 3 ان 4. ده عباره عن بلازمونيك ستراكشر وميتاليك نانو بلازمونيك ستراكشر. طب ليه؟ بص كده الويف بعد ما كانت ماشيه في مساحه كبيره اللي حجمها كبير بقت عامله ازاي؟ مشت على السطح الفاصل ما بين الدايلكتريك والميتال، بقت عامله ازاي؟ يبقى حصل لها سكويزنج، اتضغطت بقى حجمها صغير. فانت عملت ايه؟ الويف مش محتاجه حجم كبير تمشي فيه، ده بقت محتاجه حجم صغير تمشي فيه، صح كده؟ يبقى انت عملت سكيلينج داون للدايمنشنز بتاعت الفوتونيك انتجريتد سيركت للنانو سكيل.
وده بنسميه سب ويفلينس كونفاينمنت، يعني معناها ان انت عملت كونفاينمنت للضوء في مساحه صغيره جدا بالنسبه للويفلينس، بالنسبه يا جماعه للايه؟ للويفلينس. طبعا الضوء لما حصل له سكويزنج هنا سب ويفلينس كونفاينمنت خرج بويفلينس تاني. يبقى واضح جدا ان ده ديفايس اعتمد على الميتاليك نانو بلازمونيك عشان يعمل ما يسمى بالسب ويفلينس كونفاينمنت، يعني حصر الضوء في مساحات صغيره جدا with respect to ايه؟ to الويفلينس. مهم جدا الايه؟ الحكايه دي. يبقى الميتاليك نانو بلازمونكس تقدر تعمل سب ويفلينس كونفاينمنت، تقدر تعمل سب ويفلينس ايمجينج، تقدر تعمل سكاترينج ل واميشن لاشعه بديفرنت ايه؟ فيزبل لايت بديفرنت ايه؟ بديفرنت سنسيتيفيتي وسنسيتيفيتي عاليه جدا ورينج كبير جدا. طبعا هل هي دي تطبيقات البلازمونكس بس؟ البلازمونكس ممكن استخدمه في تطبيقات تانية كتير، زي على سبيل المثال نعمل داتا ستورج، اعمل ان انا اعمل ميموري وتصلح للجيل الخامس من الاتصالات. ممكن كمان اعمل ما يسمى بالبيولوجيكال وكيميكال سنسورز، تمام كده. ممكن كمان استخدم الكلام ده في الفوتوثيرابي تريت كانسر. ازاي؟ ببساطه خالص، ان احنا عارفينها ان النانو بارتكل لو حصل لها انجكشن، واحنا خدنا الاسبوع اللي فات قلنا انه النانو بارتكل ليها صفتين. الصفه الاولانيه اللي هي الادزوربشن، اللي هي بتلتصق بالسطح، فاول ما يتعمل لها حقن فتبدا تلتصق بسطح التيومر. الحاجه الثانيه انك انت لما بتبدا تسقط عليها اشعه، وليكن هنسقط عليها نير انفراريد ريز، هتبدا الاشعه دي تعمل لها هي ابزوربشن، فعملت ابزوربشن. وبعد ما عملت ابزوربشن تبدا تحول الابزوربشن ده لنون رادييتيف ديكاي، يعني هتبدا ان هي تحوله الى حراره ثيرمال انرجي، وتبدا تحرق مين؟ وتبدا تحرق التيومرز دي. فده مهم جدا، ده ابلكيشن مهم جدا في انك انت تقدر تعمل معالجه للتيومر بالشكل ده. من بين برضو التطبيقات المهمه على البلازمونكس حاجه بيسموها الميت ماتيريالز، وحاجه بيسموها الميت سورسز، وده اللي ان شاء الله هنتكلم عليه المحاضره الجايه. طبعا تقدر انك انت تسال نفسك بعض الاسئله على اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. على سبيل المثال اقول بوت ترو اور فولس، ويفلينس اوف الترا فايلت از جريتر ذان ذا ويفلينس اوف نير انفراريد. طبعا اتفقنا انه الالترا فايلت ترددات اعلى بكتير من الانفراريد، وبالتالي يبقى الويفلينس ها اعلى ولا اقل؟ ده اقل. كنت بتكلم في النير انفراريد على قيم اعلى من 780 نانو، لكن الانفراريد بتكلم في 300 نانو. يبقى الجمله دي صح ولا غلط؟ يبقى الجمله دي اكيد يا جماعه ايه؟ غلط. طيب الجمله اللي بعدها، في الفيزيكال اوبتكس اللايت ريبريزنتد باي ويف، ده كلام مظبوط. فيزيكال اوبتكس كنا بنعامل اللايت كانه ايه؟ كانه ويف. السؤال اللي بعد كده في النانو فوتونكس، الدايمنشن بتاع الماتيريال ايه علاقتها بالانتر اكتنج ويفلينس؟ طبعا الدايمنشن بتاع الماتيريال مش ليس ذان، ده هي كومباربل مع الانتر اكتنج ويفلينس. امتى تبقى ليس ذان؟ ممكن مع الفكره تصحح الجمله، تشيل النانو فوتونكس تحط مكانها ايه؟ تحط مكانها النانو فوتونكس، تمام كده؟ او انك انت تغير تسيب النانو فوتونكس وتحط هنا كومباربل، او انك انت تشيل النانو فوتونكس وتشيل الليس ذان وتحط هنا الاوبتكس وتقول الدايمنشن بتاع الماتيريال جريتر ذان الانتر اكتنج ويفلينس. طيب ممكن نقول نذكر تو ابلكيشن للبلازمونكس، ممكن تذكر الابلكيشن المهم جدا احنا اتفقنا عليه اللي هي النانو الساب ويفلينس ايمجينج او الساب ويفلينس ويف لايت. اتمنى تكون المحاضره سهله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.